السلام عليكم. مساكم الله بالخير. حياكم الله في المحاضرة الأولى المباشرة الأولى لمقرركم القانون التجاري. جرت العادة في المحاضرة الأولى نعطي بس أهم البيانات الخاصة بأستاذ المقرر بالكتاب اللي راح نعتمد عليه في الشرح، وأيضا في بداية أو نعطي مقدمة عن المقرر بشكل عام. أنا دائما أتعمد حقيقة في المحاضرات المباشرة إنه يكون الكلام عبارة عن إجابات للأسئلة، فيفترض إنه يكون دائما في تجهيز من الطلاب للأسئلة اللي تعنيهم. الجميع يشتكي من الصوت ولا بس ولا مضبوط عند آخرين وناس عندهم؟ لا، ما دام واضح معناته اللي قطع ولا اللي عنده مشكلة في الصوت يمكن من عنده. هذه البيانات اللي متعلقة بالمقرر، الإيميل، الجوال المقرر، الهاتف، هذه كلها البيانات اللي تحتاجونها لعملية التواصل. إن شاء الله إنه نقدر نرد على الجميع. الحقيقة ما في ساعات مكتبية معينة، لكن إذا أنتم حابين نحدد ساعات مكتبية فممكن جدا التواصل عن طريق الإيميل والرد عن طريق الإيميل. الجوال مو مغلق على طول، لكنه أحيانا مغلق. عموما خلونا بس ندردش شوي في المقرر. هذه طبعا البيانات الموجودة بالنسبة للمقرر. المقرر عبارة عن، ما أعتقد أن المقرر راح يكون غريب عليكم، لأنكم أصلا درستوا مقرر مبادئ القانون وأخذتوا جزء من القانون التجاري أو مقدمة عن هذا القانون التجاري في مقرر مبادئ القانون. الحقيقة المقرر هذا حريص أو يتكلم على نشأة القانون التجاري، أساس تطبيق القانون التجاري، وين من وين جاء القانون التجاري، وهل الأعمال التجارية، أيضا أنواع الأعمال التجارية، ويتكلم ايضا عن التاجر وعن الشركات. يعني احنا جزئين المقرر الى 3 اجزاء تقريبا. جزء يتكلم عن المقدمه ونشاه القانون التجاري والاعمال التجاريه بانواعها، اعمال تجاريه اصليه، اعمال تجاريه بالتبعيه، واعمال تجاريه مختلطه. وبعدين جزء اخر اللي هو الجزء الثاني يتكلم على التاجر وشروط اكتساب سمعة التاجر والالتزامات اللي تقع على عاتق التاجر. وجزء ثالث يتكلم عن الشركات واركان الشركات، سواء اركانها العامه ولا اركانها حتى الخاصه، الى ان نصل الى انقضاء الشركات. هذه هي تقسيمه المقرر تقريبا، او محتوى المقرر بالاجزاء اللي احنا تكلمنا عنها. الكتاب الدراسي المقرر هو كتاب القانون التجاري للدكتور نايف الشريف والدكتور زياد القرشي. طبعا هذا الكتاب في جزئية الشركات، ما ادري نزل الاصدار الجديد للشركات ولا، ولكن
لما ندخل في محاضرات 13 و14 اعتقد من 11 الى المحاضرات الاخيره، في تحديث للشركات ونظام الشركات الجديد، ونبهنا عليه، وموجود يعني التحديث الجديد بيكون موجود. فالبيانات الموجودة في الكتاب إلى الشركات هو مطابق، إلى حد الشركات، وبعدين نبدأ نغير في جزئيات قليلة وقليلة جدا، يعني عدد مساهمين نقص أو زاد، شركة انحذفت من النظام الجديد، وهذه كلها راح نشير لها في المحاضرة المباشرة الثالثة بالذات، وبنشير لها في المحاضرة المباشرة الرابعة اللي هي متعلقة بالشركات تقريبا. في الجزئية الأولى من المقرر، والمحاضرات الأولى من المقرر، تكلمنا على نطاق تطبيق القانون، وشفنا أنه هل هذا القانون هو قانون التاجر ولا قانون الأعمال التجارية، وشفنا أنه فيه نظريتين، نظرية ذاتية ونظرية مادية، والنظرية الذاتية اللي تعتمد على الشخص، وأنه هذا القانون هو قانون التجار، ونظرية مادية تعتمد على أنه القانون هو قانون العمل التجاري، ومجلس لها بعض الانتقادات اللي وجهت لها. طبعا الانتقاد، احنا في المحاضرات المباشره ما نقول كل شيء، يعني نحاول انه بس يعني امر بسرعه على الجزئيات، حتى تفرغ انه نجاوب على الاسئله الموجوده في الاسئله. بعد كده تطرقنا الى العمل التجاري، وشفنا انه وش هو العمل التجاري؟ هل هو كل عمل فيه مضاربه، ولا كل عمل فيه تداول ثروات، ولا كل عمل فيه مقاوله او مشروع؟ وشفنا انه الى اليوم لا يوجد تعريف محدد للعمل التجاري، والسبب انه سرعه الاعمال التجاريه وسرعه تحديثها والتغيرات اللي تطرأ على العمل التجاري، لذلك استقروا على تعريف انه العمل التجاري هو كل عمل يهدف إلى تحقيق الربح أو يحدث فيه المضاربة، ويكون في تداول الثروات، ويكون بصورة مشروع متى تطلب له النظام ذلك. وبعدين تطرقنا إلى أنواع الأعمال التجارية حسب ما نص عليه النظام. جزء من الأعمال نص عليها النظام صراحة وأشار أن هذه أعمال تجارية سواء صدرت من تاجر أو غير تاجر، وأعمال لابد أن تأخذ شكل المقاولة، وأعمال لابد أن تكون تابعة سواء كانت ناتجة عن التزام تعاقدي ولا التزام غير تعاقدي. وبعدين في جزئية متعلقة بالأعمال المختلطة. إجمالا في جزئية الأعمال التجارية، الأعمال لا يعني لا يمكن أن تخرج من إما عمل تجاري أصلي منفرد يعتبر عمل تجاري سواء صدر من التاجر أو من غير التاجر، أو عمل تجاري أصلي عن طريق المقاولة، أو عمل تجاري بالتبعية وهذا ينتج عنه أنه هذا العمل في طبيعته أصله عمل مدني، ولكن لأن القائم فيه تاجر ولخدمة تجارته أصبح عمل تجاري، وأيضا يقابل ما يسميه الأعمال المدنية بالتبعية اللي هي أعمال تجارية ولكن إذا صدرت من غير التاجر لخدمة عمل مدني أصبحت أعمالا يسمونها أعمال مدنية بالتبعية، أو الأعمال التجارية المختلطة اللي يكون فيها جانبين، واحد مدني واحد تجاري. وهذه شفنا إنه كثير من الأمور اللي تتنازع عملية الأعمال التجارية المختلطة اللي هي أعمال أو قضايا متعلقة فيها، خاصة بأنه هل هذه الأعمال من اختصاص المحاكم المدنية ولا التجارية؟ هل هذه
فيها حرية إثبات ولا ما فيها حرية إثبات؟ هل هذه في حالة ما إذا حدث فيها رهن إحنا خاضعين حلو. لأحكام الرهن التجاري ولا أحكام الرهن المدني؟ طبعا هذا ملخص للجزئية الأولى المتعلقة ب جزئية الأعمال التجارية أو باب الأعمال التجارية وما قبله. المحاضرة المباشرة الثانية راح أتكلم على التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر والالتزامات اللي تقع على عاتق التاجر. المحاضرة المباشرة الثالثة راح أتكلم على الشركات وكل ما يتعلق بالشركات. وفي الرابعة نحاول أن نلخص هالثلاث محاضرات المباشرة ونحاول انه نسمع اسئله ونشوف الاسئله ونجاوب عليها. ف حد عنده سؤال بخصوص هذه الجزئيه؟ طبعا انتم شايفين اللي قاعد يصير في الشاشه ولا مش شايفينه؟ هذا واحد ضعيف يحاول انه بطريقة او باخرى طبعا الجزئية المتعلقة الجزئية المتعلقة بالباب هذا طبعا ما فيها تغيير. الجزئية المتعلقة بفصل الأعمال التجارية والأعمال التجارية وكل هالأمور ما فيها أي تغيير عن السابق، هو التغيير اللي حصل في جزئية الشركات ونبهنا عليه السمستر الماضي، يعني كل التغييرات اللي صارت نبهنا عليها السمستر الماضي. فالفصل هذا ما فيه أي تغيير نهائيا عن الفصل الماضي، هو تغيير عن فصول سابقة. نماذج الأسئلة من الآن، الأسئلة أصلاً الأسئلة اللي عندكم على المقررة أكثر من الأسئلة اللي عندي. الأعمال التجارية التبعية والأعمال التجارية المشتركة، الأعمال التجارية التبعية هي أعمال مدنية ولكن لأن القائم فيها تاجر ولخدمة تجارته أصبحت أعمال تجارية، وكونها أصبحت أعمال تجارية هذا راجع لسببين، سبب منطقي وسبب قانوني. فالمنطق يقول إنه الفرع يتبع الأصل، فإذا كان الأصل العمل عمل تجاري فما يلحق فيه وبسببه يعتبر مثله عمل تجاري. السبب الثاني قانوني لأنه نص نظام المحكمة التجارية نص على أن الأعمال اللي يقوم فيها التاجر ولخدمة تجارته تعتبر أعمال تجارية. الأسئلة موجودة عندكم في يعني بشكل كبير موجودة، يعني كل أسئلة الفصل الفصول الماضية واللي قبلها ومباشرة موجودة في ورشكم الموجودة عندكم في منتدياتكم. في كيف عرفت أنها موجودة؟ عرفت لما تجينا الأسئلة بشكل كامل عن بعض الأمور الخاصة. الأسئلة موجودة وفي المحاضرة المباشرة الرابعة نحاول نلخص أو نعطي أمثلة على بعض الأسئلة اللي ممكن نستفيد منها. القاصر ياخذ حكم الصبي المميز، القاصر هو الصبي المميز.
ولا يجوز لممارسة التجارة إلا عن طريق وليه. ولكن في بعض الحالات أو الاستثناءات ممكن للقاصر أن يمارس التجارة، وواحد من هذه الاستثناءات أنه إذا حصل على إذن من المحكمة أنه يمارس هذه التجارة، فيمارس التجارة في حدود المأذون له ممارسته. السلام عليكم دكتور. المحل التجاري؟ دكتور أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بغيت أسألك الدكتور بخصوص أنك تكلمت عن الكتاب، هل المحتوى والمحاضرات المسجلة كافية لأي بلس، ولا في أسئلة بتكون من الكتاب مو موجودة في المحتوى؟ شوف الجواب على هذا السؤال بعموميته صعب، A بلس و B بلس ومين ياخذ ال A ومين ياخذ ال A بلس، هذه تعتمد على الطالب نفسه، مو الدكتور المقرر هو اللي يحدد من ولا لو كيف، ذكرت لكن المحتوى خليك اكون صادق معاكم اكثر. ايوه في بعض الجزئيات اللي موجودة في المحتوى ومشروحة في المحتوى، لكن ممكن عشان تفهمها أكثر تحتاج إلى الرجوع للكتاب، لأنه الكتاب طبعا بيكون أشمل، لا الكتاب يا قد دكتور، يكون فيه أمثلة أكثر. أنا أقصد عن كأسئلة الاختبار، بغض النظر عن التعمق والتعرف أكثر، أتكلم عن أسئلة الاختبار، هل بيكون في أسئلة في الاختبار من الكتاب مو موجودة في المحتوى في الشرح؟ مستحيل اني اسال سؤال انا ما شرحته. يعني لو ذاكرت الحين المحاضرات المسجلة والمحتوى كافي للنجاح؟ كافي للاي بلس بس يعني شكل في سهل، يعني هي تشرح، شاكرة لك دكتور. ففي بعض هي الاشخاص لو يحتاج الى انه يرجع للكتاب حتى يفهم أكثر، وفيه أشخاص لا والله من الشرح هي واضحة بالنسبة له. لا طبعا اللي تتكلم على نقص المادة الفلانية ولا نقص الحكم الفلاني، لا نهائيا ما راح أسأل على في أي مادة نزل تعريف التاجر، ولا في أي مادة يوجد الشغل، أنا يهمني محتوى المادة أو محتوى الحكم اللي صدر من هيئة التدقيق الموجودة في الدائرة التجارية، لكن نهائيا ما راح يجي سؤال إنه ولا راح تحتاجون إنكم تعرفون إنه هذه المادة الثانية ولا المادة الأولى. فرقم المواد وتقسيم ألف تقسيم باء والأمور هذه نهائيا مش مطلوبة. أي سؤال اللي أشوفه؟ المادة مثلها مثل أي مادة ثانية، اللي بينام إلى آخر الفصل عشان يجي ليلة الامتحان يجمع له كم مذكرة ويقول له أذاكر منها، غير الشخص اللي تابع من أول. يعني إحنا وصلنا الحين أسبوع كم؟ الأسبوع الخامس تقريبا، يجي لي أسئلة وأنا أستغرب اللي يقولون جوالك مقفل، في ناس تسأل وفي الإيميل الناس تسأل، لكن اللي نايمين هذول عاد شكوى لله. اللي تسأل عن العقارات، العقارات ما هي تجارية، العقارات عمل مدني،
ولكن قد تكون العقارات محلا لعمل تجاري او محلا لعقد تجاري، ولكن العقارات وبيعها واشتراها هي عمل مدني. يعني لما يكون في شخص مستاجر له او ساكن في عمارة دورين وتحت مستغل مطعم مثلا او محل تجاري ايا كان نوعه وفوق ساكن، لما يبرم عقد مع شركة لعملية ترميم الدور الاول وانه يجعل منه بدل ما هو يسع الى 10 طاولات يتوسع فيه الى 20 طاولة، هذا عمل تجاري. بينما لو العقد للدور العلوي اللي هو ساكن فيه وبيزود الغرف بدل ما هي 3 بيوسعها ويخليها 4 او العكس، فهنا يعتبر عمل مدني. لذلك العقار اصلا بيعه وشراءه واشتراه عمل مدني، ولكن اذا استغل من التاجر لخدمه تجارته فاصبح عمل تجاري، يصبح عمل تجاري مثل اللي يستاجر للاستراحه. اذا شخص عادي بيقيم فيها مناسبه معينه عمل مدني، بينما اللي بيستاجرها على اساس تكون مستودع لتجارته لبضاعته، هنا اصبح هدفه تجاري وعمله تجاري. فالعقار احفظوها هو عمل مدني، ولكن لا يعني انه كل العقود اللي تبرم ويكون محلها عقار انها عمل تجاري، انها عمل مدني، لا، احيانا قد تكون عملية تجارية. لا، مو تجاري. العقار اللي يؤجر ما هو تجاري، عمل مدني. شراء الارض ولا الفلة ولا غيره بهدف بيعه عمل مدني. طبعا فيها اصوات تنادي اليوم انه ليش ما يكون تجاري، لكن اتكلم على القانون اليوم يصنفها على انها ما زالت مدنيه. الى الان هي مدنيه. زاد سعرها ولا نقص، ارتفع هامش الربح اللي فيها ولا نقص، تظل مدنيه. شراء جوال عشان تبيعه تشتريه ب 3000، عشان تبيعه ب 3200 عمل تجاري. شراء ارض مليون عشان تبيعها ب 10 مليون عمل مدني. العبره مو بهامش الربح كم، العبره انه هل هذا عقار ولا منقول. نعم، نفس الترم الماضي مطابق، ما تغير في المحتوى شيء. او عشان اكون اكثر دقه، لن يتغير في محتوى الترم الماضي شيء. فالملاحظات اللي موجوده في الترم الماضي خصوصا ما يتعلق بالمحاضره 12 خذوها بعين الاعتبار. فيه محاوله انها تنزل محاضره 12 بالتعديلات كامله، لكن اذا حصل خلل ونزلت المحاضره القديمه لابد تنتبهون للتعديلات. لا لا، تفاعلوا خير، بس عاد الدرجات علم عند الله. ولا التفاعل هني باب التفاعل مفتوح. تنزل أسئلة مراجعة، ممكن إيه ممكن لا، ممكن إيه ممكن لا. أقدر أجزم إنه في أسئلة للمراجعة، ونقدر أجزم إن ما في. ترى الوقت يسرقكم باقي دقيقتين، أحد عنده سؤال، أحد قرأ المحتوى، قرأ الكتاب، قرأ المقرر، شاف فيه شيء يحتاج انه يسال عنه.
نشاطات التاجر الشخصية ما لها علاقة في التجارة ولا لها علاقة في القانون التجاري. اللي يقدمها البنوك، أنا رأيي الشخصي أن كل ما يصدر من البنك يعتبر عمل تجاري أيا كان هذا، حتى وإن كانت محل نظر واختلاف، والناس ترى أنه في من يرى أنها مدنية لأن الهدف منها مدني، وفي من يرى أنها تجارية لأن نص النظام في المادة تقريبا الثانية من نظام المحكمة التجارية على تجارية أعمال البنوك. لذلك فيها أكثر من قول، لكن الرأي الراجح أنه ما يصدر من البنك هو عمل تجاري. والله اللي واصلين المحاضرة الثانية وجاي يقول أنا ما ذاكرت، شو أقول؟ الله يهديك، ولا يا رب الذاكرين، ولا شو أقول له؟ ولا تردون عني أنتم؟ اتركها لكم وردوا عليها. الشقق والفنادق وعملية تجاريتها لعملية التوريد اللي موجودة فيها، لأن الفنادق والشقق وهذه تتعهد بأنها تقدم للزبائن الأثاث من إلى، فتجاريتها من باب التوريد مش من باب أنها عقار من عدم. والله واحدة تقول ما ذاكرت، وواحدة تقول احنا خلصنا المنهج. إحساس يقول في واحدة نصابة، والله ما أدري وين. لكل مجتهد نصيب. هو أنت اللي قلتي إذا خلصت، ولا أنت اللي قلتي اللي تقول أنا صابر؟ عموما احرصوا على المحاضرة المباشرة الثانية انكم تجهزون اسئلة فيما يتعلق بباب التاجر في جزئية التاجر، اساس انه يكون لقاءنا فيه معلومة فيه شيء يعني خاص بالمقررة. ماشي، وقتنا انتهى ولا؟ أهم سؤال ممكن يجيكم، وين وصلت في المذاكرة إلى الآن؟ هذا السؤال اللي أقدر أسأله. عموما بالتوفيق للجميع، ونراكم لاحقا في المباشرة رقم 2. السلام عليكم.